أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 12 أيلول 12/9/2023. هتسأر قدامك النهاردة بعض المحادثات والأفكار المستنيرة من قبل شريكك، ممكن يكون شريكك عاطفي جدا أو بيخصك في الشغل. قدامك أساليب جديدة للشغل من خلالها هتعرف تتضمن الأساليب دي وسائل تكنولوجية أكتر جديدة عشان تسرع فيها في وتيرة الشغل وهتزيد من دخلك. لازم تضع كل ده في اعتبارك انه كل اللي انت بتسمعه بيبقى حقيقي. هتحدد المستقبل مع الشريك وهيتحدد في الأيام الجاية، وهيبقى في رهن بكل اللي بينتج عنه مفاوضات ما بينكم. عندك أيام قليلة جدا بتفصلك عن انك تحقق أهدافك اللي وضعتها قدام عينيك، هتشوف بيها النجاح وهتصفقك النهاردة براسك عالية. هتحاول قدر الإمكان تخفف من جلوسك ساعات طويلة وتستفيد من الوقت المتاح عشان تقوم ببعض النشاطات الرياضية. هيقضي القمر يومه في برج الأسد اللي هيشجعنا عشان نرتقي بأفكارنا وأنشطتنا. هنبقى متحمسين عشان نلعب ونتصرف ونعبر عن إبداعنا. هنبقى فخورين وهنفضل إننا نمشي على الطريق السريع في اليوم ده. هيزدهر عندنا الإبداع وهنبقى رومانسيين وكرماء في مشاعرنا، وهنفخر بشكل خاص بكل إنجازاتنا. هنكون حابين نحظى بتقدير وتصفيق كبير جدا في ظل التأثيرات دي والمرح. مع تربيع القمر وأورانوس في وقت متأخر من الصباح هنلاقي صعوبة في أننا نتبع القواعد والقيود. هيكون القمر خالي جدا النهاردة من الجانب الأخير مع القمر قبل ما تتغير العلامات لمربع مع أورانوس، عشان يدخل القمر في برج العذراء في يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر في الساعة 1 صباحا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.